تقليد سعودي امتد على مدار 4 عقود وتوقف بسبب الكورونا. اليوم في سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة تتلقى كل من مصر وفلسطين نصيبهما من لحوم الهدي والأضاحي بعد توقف لمدة 2 ضمن 27 دولة تستفيد من المشروع. السفير السعودي استضاف نظيره الفلسطيني وممثلا عن مصر في حضور مسؤول من البنك الإسلامي للتنمية المشرف على مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي. هذه الإفادة كما تعلمون لا تقتصر فقط على محيطها الداخلي في الموقع العربية السعودية، ولكن تمتد لتشمل الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، وهذا مشروع حقيقي، مشروع جيد ومشروع طيب ومبارك وخير، مشروع تكافلي فيما بين المملكة العربية السعودية وأشقائها في الدول العربية والدول الإسلامية. تم عمل الترتيبات ما بين السعودية والسلطات المصرية لتسليم دولة فلسطين لحوم الهدي والأضاحي برا من خلال منفذ رفح ليتم توزيعها في قطاع غزة. في هذا العام خصص مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي كمية من اللحوم إلى المستحقين في جمهورية مصر العربية الشقيقة والبالغة عددها 12,000 ذبيحة. كذلك تم تخصيص كمية أخرى للمستحقين بدولة فلسطين الشقيقة والبالغة عددها 12,000 ذبيحة، وجميعها موزعة ومغلفة ومعبأة ومحفوظة ومكرتنة. البنك الإسلامي ما شاء الله هم عاملينها بطريقة مبسطة جدا وسهلة، أنها تبقى وحدات صغيرة تتوزع للناس على طول مباشرة. هذه اللحوم تأتي في توقيت مناسب جدا سواء للفلسطينيين أو المصريين في ظل موجات الغلاء المتلاحقة على الجميع، وفي الوقت نفسه تعتبر تكريسا لتقليد تكافلي مستمر بين السعودية وأشقائها. تامر نصرت، الحدث، القاهرة.